أقل الصواب أجب، فافعل هذا فتحيا. أما هو فإذا أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع: ومن هو قريبي؟ فأجاب يسوع وقال: إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا، فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت. فعرض أن كاهنا نزل في الطريق في تلك الطريق فرآها وجاز مقابله، يعني الكاهن عدى عليه على الطريق، مثلا هو كان على الناحية اليمين فراح الناحية الشمال، فراح على الناحية الشمال يعني عبر الطريق الآخر. وكذلك لاوي أيضا صار عند هذا المكان، جاء ونظر وجاز مقابله، برضو عمل نفس الكلام. ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنن، فتقدم وضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دابته وأتى به إلى فندق واعتنى به. وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفيك. فأي هؤلاء الثلاثة تصير ترى صار قريبا للذي وقع بين اللصوص؟ فقال: الذي صنع معه الرحمة. فقال له يسوع: اذهب أنت أيضا واصنع هكذا. رب المجد يسوع أدنا منهج جديد الحقيقة، منهج جديد علشان نرث الحياة الأبدية. والسؤال اللي احنا بنطرحه ودايما بنسأل فيه المرشدين الروحيين: ماذا أفعل لأحياء الحياة الأبدية؟ ويمكن دي جلستنا مع بقى الاعتراف والمرشدين الروحيين، أرث الحياة الأبدية إزاي؟ كل جهدنا وكل تعبنا وكل وجودنا في الكنيسة علشان هدفه ميراث الحياة الأبدية. رب المجد بيدينا النهاردة مثل، يقول لك إن هو السامر اللي وقع بين اللصوص وكان نازل من أورشليم لأريحا، وفي تلك الفترة كان الطريق من أورشليم إلى أريحا طريق وعر جدا وطريق صعب، وكان اللي بينزل فيه ده خطأ، فيه عصابات وفيه لصوص وهو طريق صعب. ولكن هذا الإنسان السامري كان، هذا الإنسان اللي كان ماشي فيه ونزل عليه الكاهن ونزل عليه اللاوي ولم يجيبوه بأي رحمة. لكن هنا من هو الذي يستوجب أن نعطي إليه الرحمة؟ مين؟ الإنسان اللي بحبه؟ الإنسان اللي هو قريبي؟ الإنسان اللي هو بيستحسن في عيني واسأل وقول آه ده راجل كويس قوي ولا بنت كويسة قوي تستاهل أعمل فيها معروف؟ ولا كل إنسان هو قريبي وكبع حسب تعريف الجديد؟ يا جماعة لازم نعرف المفاهيم بمفهوماتها، لأن الكلام اللي احنا لازم نعرفه ده ان هو ده اللي هيدخلنا الحياة الأبدية. احنا مش عايزين نعرف معلومات، احنا عايزين ندخل الحياة الأبدية. فحضرتك الإنسان المريض اللي حضرتك بتخدمه والإنسان المريض اللي حضرتك بتخدميها هي دي أول الإنسان بعمل الرحمة. آه شكلها وحش، آه مريضة، آه تعبانة، هذا شكله في كذا وفي كذا والمرض أعياه، غير الإنسان اللي أنا بستحسنه، غير الإنسان اللي هو صديقي واللي بحبه واللي قاعد معاه واللي دمه خفيف واللي بيضحكني واللي بيشيل عني الهموم. مش هو ده، مش هو ده اللي عايز الرحمة. ولكن اللي عايز الرحمة ما ليس استحسنه، ولكن هو الذي يحتاج إلى الرحمة. لازم في خدمتكم يا جماعة تدوروا مين اللي عايز الرحمة ودينه، لأن هو النهاردة في آية حلوة بترد على اللي في جوانا، يقول لك: ولما رآه تحنن. هي دي مربط الإصحاح ومربط الآيات، ولما رآه تحنن. مين أكتر واحد تحنن؟ مين أكتر واحد؟ مين؟ ومين أكتر من السامري؟ مين السامري الصالح؟ ها؟ ها؟ السيد المسيح هو اللي شافنا،
هو اللي شافنا وتحنن علينا، هو اللي لقانا وحشين وفي الخطية ومطرودين ومدوسين وتعبانين ومتجرحين وبين حي وميت. وهو السيد المسيح حسب كتابات الآباء هو السامري الصالح الحقيقي، هو اللي خلى نفوسنا جه وفدانا ونظفنا وغسلنا زي ما عمل مع الابن الضال، نظفنا وغسلنا ولبسنا رداءه، وزي ما بتقول التسبيحه نقول ايه، اخذ الذي لنا واعطانا الايه الذي له، هو بدلنا. وعشان كده داود كان ناصح قوي، قال له يا رب ما تقعدش بقى ترقع في القلب بتاعي ولا تنظفه ولا تعمله، لا يا رب ده انت اعمل ايه، خده عندك، وقال لك قلبا ايه جديدا اخلقه فيا، لا اصل القلب بتاعي يا رب انا مش نافع، هات لي قلب جديد طازه كده نوفي علشان يبقى حلو كده ويقبل كل كلامك. هو ده الانسان الذي عايز يرث ويدور على الحياه الابديه. يبقى ارجع تاني اقول لا هو الذي يعمل الذي يوجب له الرحمه، لا الشخص الذي استحسنه، ولكن الشخص الذي كل انسان يقع في ايديا علشان ده طريقي للحياه الابديه. ده طريق الحياه الابديه. وده لما اعمل الرحمه وابقى زي السمير الصالح هعمل، يبقى هو ده بتشبه برب المجد يسوع اللي هو السامري الاعظم الذي فداني ونظفني وغسلني وخلاني ابنه بالحقيقه، ودي اعظم شرف. انا حبيت بس اقول لكم علشان في خدمتكم يا جماعه ما بصش الى اي عائد، اصل ساعات الخدمه بيبقى فيها ايه شويه برستيج كده، اصل انا الخادم، اصل انا اللي هو بشتغل في الكنيسه، اصل انا اللي انا ابونا بيحبني وبيقول لي خدمات عظيمه، واصل انا عندي اجتماع في كذا وانا بغلق. اه كويس، بس خلي بالك ده كله حلو، بس خلي بالك ممكن ده مش هو هدف الخدمه. هدف الخدمه ايه؟ انك ايه تعطي الحنان وتعطي الحياه للمخدومين، وتبقى تتمثل برب المجد يسوع علشان ايه ترث الحياه الابديه. انا حبيت الحقيقه رغم ان ده يمكن مش خطكم هو الخط الروحي، لكن حبيت ان انا ادمج الحاجتين مع بعض كده، وعلشان نتكلم بقى في الطب اللي هو الكلام اللي احنا يمكن كلكم عارفينه، بس انا هنيجي راجع معاكم لان احنا كل مجد وكرامه الى بدانا. انتوا طبعا عايزين تعرفوا عن مرض السكر. الحقيقه مرض السكر ده يعني ده بقى من الامراض اللي هي خطيره جدا. خطيره ليه؟ لانه ابتدى ينتشر انتشار غير عادي على مستوى العالم وعلى مستوى مصر. بقى ينتشر انتشار غير عادي. انتوا عارفين مصر في التصنيف العالمي نمره كام في السكر؟ ها؟ نمره كام؟ لا واحد، واحنا بنطلع الاول واحد في حاجه يعني مش معنى في السكر يعني مش معقول يعني انا مش معقول يعني ايه؟ الشعب مسكر. اه دي فاتت عليا معلش. نمره كام؟ ها؟ خمسه؟ ها؟ مين يقول؟ ده نمره كام في الانتشار يعني؟ ايه؟ لا هو الحقيقه نمره تسعه وده كتير. نمره تسعه ده كتير. يعني تخيلوا مصر التاسع على مستوى العالم في انتشار مرض السكر. والحقيقه ابتدى يعني عملوا احصائيه، رغم الاحصائيات عندنا في مصر ما هياش دقيقه قوي، ولكن لقوا تقريبا من 8 لـ9.5% من الشعب عندهم سكر. يعني لو 100 بعد الشر عليكم كده قاعدين هدور الاقي 8 إلى 9.5 منهم عندهم سكر. والحقيقه السكر ده عباره عن مرض ما هواش بيقف. يعني كل يوم بيمر والسكر عالي على المريض في مضاعفات. يعني مش مرض بيقف لو ما سيطرناش عليه، مش بيقف في يوم وليله، ولكن بيقف بيتقدم وبيعمل مضاعفات على جميع اجهزه الجسم. ويمكن بيجي المريض او تقابله المرضى يقول لك احنا ايه؟ احنا اولاد النهارده.
اصل سكري عالي اه، بس احنا اولاد النهارده نظبط اه، احنا اولاد النهارده اه، لكن بالسكر مفيش اولاد النهارده، ده انا كل يوم بيمر عليك والسكر عالي في مشاكل حصلت. فده بالنسبه للانتشار اللي حصل. وعشان نبتدي كده موضوعات طبية ما تبقاش ثقيلة عليكم وفي نفس الوقت تقدروا يعني تستوعبوا الأمور، السكر ده فيه نوعين، نوع بيجي لصغار السن تحت سن 40 سنة ونسميه النوع الأول، ونوع أكبر من 40 سنة ونسميه النوع الثاني. ولكن الحقيقة ابتدى ينتشر النوع الأول بطريقة أكثر من المتوقعة، مش في مصر بس، في العالم كله. على فكرة اللي قبلنا الهند في الترتيب، الهند يمكن أكلهم النشوي شوية والرز وبتاع إلى حد ما، رغم إن هم رفيعين قوي الهنود، لكن أكلهم في الرز والنشويات زود النسبة دي عندهم. ولكن اللي ابتدى يتسلل الحقيقة مرض السكر للشبان الصغيرين وللأطفال بطريقة مذهلة، يعني أذهلت العلماء عن التوقعات. أكبر مؤتمرين بالسكر بيعقد في العالم كله بيعقد في دولة أوروبية كل سنة، الحقيقة يعني بيشارك فيه، وبيبقى الثاني في أمريكا كل سنة وبنشارك فيه. الحقيقة توقعات الناس ما كانتش كده، يعني بره الأمريكان دول أبو الإحصائيات، هم المخترعين الإحصائيات، توقعهم لانتشار مرض السكر لصغار السن ما كانش كده. فالحقيقة لازم ننتبه ولازم نتحطه في الحسبان، مش ده يعني طفل صغير ولا ده شاب صغير ما يبقاش عنده، لا احتمال يكون عنده. وده يطرح السؤال اللي بعده، طب مع هذا الانتشار لازم يكون لنا دراية ازاي نشخص المرض. طب انا مش انت مش دكتور، هتشخص المرض ازاي؟ الاجهزة دلوقتي بقت كتيرة قوي بتاعت السكر، اي حد بيعرف الاعراض وانتوا حافظينها طبعا يمكن اكتر مني، اه بيعطش كتير، اه بيروح التواليت كتير، ساعات في الاطفال يبقى مش قادر يتحكم في البول والام تضربه تقول له يا عم لا خلي بالك ازاي ده، وصحيه بالليل وتقومه وهي حرام مش عارفه ان هو عنده ممكن يكون عنده سكر، واللي ما يتحكمش في البول واشياء اخرى، ممكن يكون يجي بعدوى في اماكن حساسه في بعض السيدات، ممكن يجي بالتهاب في الاعصاب، ممكن يجي بزغلله. ولكن الحاجه الحقيقه اللي تلفت نظرك على طول اول ما تلاقي حد عنده سكر، اول ما تلاقي حد ممكن تشك فيه عنده سكر، انه هزلان وتعبان وبيخس، زي الاجراءات زي ما بتاخد اسمه كده وبياناته وعنوانه عشان تروح تخدمه لازم تحلل له سكر، ده ضروري. ولما تحلل سكر ضروري لازم تحلل سكر صايم وفاطر، مفيش حاجة اسمها عشوائي، مفيش حاجة يا جماعة اسمها عشوائي. عشوائي ده بس عشان اعرف عنده ولا ما عندوش، عشان اصبر نفسي البكرة عشان اشوف اعمل التحليل السكر الصايم والفاطر، لكن مفيش حاجة اسمها عشوائي. وحتى الاجهزة اللي معانا لا تكفي، لانها بتطلع الصايم كام والفاطر كام، لكن ما بتحللش حاجة زي السكر التراكمي، وهحكي لكم حكاية السكر التراكمي. ما بتورينيش ان في اسيتون ولا ما فيش، وده وارد ان يكون في اسيتون في النوع الاول اكثر من النوع الثاني. يعني ارجع بكلامي عشان الكلام ما يبقاش تقيل علميا ونلخصه، ان هو اول ما يجي حد او اشوف حد هزلان وتعبان وبيخس ومش متجاوب معايا والكلام ده لازم احلله السكر الصايم والفطر. طب ايه تاني؟ ايه تاني تفتكروا في الاعراض؟ اعرف ازاي الانسان عنده سكر؟ لما يكون بيظهر في جروح، كل شويه يقول لك اصل بيطلع لي خراريج، مره في شعري، اصل انا حد يقول لك اصل انا يمكن المشط كان فيه مشكله، اصل مره في وداني، طب اصل في مش عارف ايه، اصل حاسس بجرح وخدت له مضاد حيوي وراح. لا لازم اتساءل، هي الدمامل اللي بتحصل دي سببها ايه؟ يبقى لازم يتحلل له سكر واحلل واشوف. لقيت واحد بيغيب عن الوعي، بيغمى عليه كتير، اصل بيطب ساكت، اصل بيطب ساكت كده، يقول لك اصل قاعد في المدرسه راحت واقعه. طب
نمره واحد نحلل لها سكر، وطبعا بنعزيها احنا الحقيقه طبعا شعب متفائل بطبعه، فالى حد ما يقول لك اصل لا اصل ممكن يكون نفسيا، اصل المدرسه ضايقتها، ويمكن بيجي في الانسات اكتر في فتره اعدادي وثانوي وده، لكن لازم لازم حضراتكم تنتبهوا ان في ممكن يجي في هذا السن ونحلل لها سكر. يبقى نمره واحد العطش الكتير، مروح التواليت اكثر من اللازم، نمره ثلاثه في الاطفال الصغيرين التبول الكثير وعدم التحكم والام بتضرب الطفل عشان هذا الامر، اربعه الدمامل والخراريج والحاجات دي، نمره خمسه الهزلان والمش مش دريان وكل شويه يحصل له مشكله ومش مش مش مش, مش مجمع معاك، لا لازم يتعمل له. واحنا السكر واحنا قلنا مش في الجهاز بس العشوائي ده مبدئي، الجهاز الصايم والفاطر ده مبدئي لغايه لما تروح حضرتك وتقوله عند الدكتور هيعمل له الاجراءات الصايم والفاطر والتراكمي والبول عشان يقدر يحدد نوع العلاج اللي موجود عند حضرتك. لكن الحقيقه احيانا بيجي السكر بطريقه يعني كلمه بايخه هقولها لكن سامحوني فيها، يجي ساعات بغيبوبه بغيبوبه، اجي اصحي حد الصبحيه الاقي ايه؟ مش دريان، اصحى عم روح المدرسه مش دريان. وساعات برضو بتيجي شويه في الاطفال الصغيرين، والام طبعا حرام غلبانه ما عايزه الطفل ما يروحش منه يوم في المدرسه، انت مش فاق تروح ضرباه اصحى الصبحيه، فهو طبعا مش قادر يصحى لانه هو عنده سكر. لكن لازم نبقى عارفين ونحط قانون في ودننا وقدام عينينا ان اي حد مغمى عليه او اي حد مش دريان عنده سكر ما عنده السكر، لو تقدر تفتح بقه وتحط له سكر مطحون او اي حاجه عصاير يبقى كويس. تقول لي طب افرض السكر 400 ولا 500 هذا يا ولد هيعلى اكتر، او لا سيبه يعلى، العلو له حل لكن الانخفاض ملوش حل. مش ملوش حل لا له حل برضه، بس عقبال ما يتحل هيكون عمل مضاعفات. والمؤتمرات العلميه النهارده كلها بتبحث عن عدم احداث انخفاض في السكر بتاتا، لانه لقوا الحقيقه يعني رغم ان هم كل الناس مهتمه بالارتفاع، لكن الانخفاض ده شيء غير عادي على القلب وعلى المخ وعلى اجهزه الجسم، كثيرة منها بتتأثر بهذا الانخفاض الموجود. فعشان كده أول قانون عايزين نطلع به في هذا الأمر إن إحنا بعد ما عرفنا الأعراض إن أي حد مغمى عليه شربه مية سكر. طبعًا تقول لي طب ما هيكون قافل بقه هيعمل إيه؟ هقول لك عشان كده من نقل افتح له الفم كده الخد، ولو أي سكر مطحون بيمتص من الحاجة اللي موجودة التبطينة بتاعة الخد من جوه بتقدر، أو تحت لسانه، أو طبعاً العصاير لو قدرت تنقطها له، حتى لو صدقوني ساعات تنقيط العصاير ده بيحل مشكلة حاجات كتيرة جداً، والسكر بيتعدل ويكون سبب إنك تنقذ حياة، لأن ممكن يؤدي هذا إلى الوفاة انخفاض السكر لمدة طويلة. والحقيقة احنا طبعا شعب مضياف وكريم وحلو خالص، بتلاقي الناس اول ما كده الناس عارفة القانون ده، فاول ما الناس بتلاقي السكر منخفض فواحد يجيب حلاوة طحنية والتاني يجيب عسل اسود والتالت يجيب مربى، يحولوا السكر المنخفض الى 400 في ربع ساعة. ولكن هذا محمود كويس حوله الى 400 في ربع ساعة، ما يجراش حاجة، هنعرف نتصرف فيه وننزله له، لكن ما تخلوش ينخفض الربع ساعة دي. فانا عايز اطلع بيه لو سمحتوا انه اي حد عندكم في مغمى عليه لازم شخصتم فيه او ليش لازم تديله سكر. طيب ايه المضاعفات بتاعة مرضى السكر؟ الحقيقة انا ما بحبش اقول المضاعفات، لكن هقولها، لكن عشان ما نكونش يعني مزعجين اكثر من اللازم، ان المضاعفات دي الى حد ما بتتاخر لما السكر يكون منضبط. والسكر يكون منضبط بالسكر الصايم والفاطر والتراكمي. صايم وفاطر وايه؟ وتراكمي.
علشان اقدر اميز ما يبقاش في اي نوع من المضاعفات خالص. والتراكمي ده، حد عارف السكر التراكمي؟ ها؟ طيب اتفضل حبيبي اتفضل. عارفه؟ طيب كويس. السكر التراكمي ده انت لما حضرتك بتروح تيجي تسافر بره كده فيقول لك اعمل فيش وتشبيه في الاسم علشان تقول، يقول لك ليه؟ يقول لك عشان نعرف انت سلوكك ايه. تقول له ده انا امبارح كنت كويس الحقيقه، والاسبوع اللي فات كنت كويس، وما فيش، ده انا عمري ما دخلت اقسام. يجي تروح تعمل الفيش والتشبيه كده يقول لك لا، ده انت السنه اللي فاتت عملت جريمه كذا، والسنه اللي قبليها رحت عملت جريمه كذا، والسنه اللي قبليها طلعت من الجيش ومش عارف بمشكله كذا. ده الفيش والتشبيه. هو الفيش والتشبيه بتاعنا ده بتاع مرضى السكر هو الهيموجلوبين السكري اللي هو احنا بنسميه يعني العامه يسميها السكر التراكمي. تمام؟ ان احنا نعرف ايه هو سلوك السكر خلال الثلاث اشهر اللي فاتوا. تمام؟ يعني يجي تشك العيان وتعمل له السكر يطلع 400، يقول لك لا اصل انا كنت زعلت امبارح عيدهولي تاني. تعمله تاني، تاني يوم تلاقيه 380. يقول لك اصل انا الحقيقه لسه واكل مربى دلوقتي. طب ماشي. طب نعمل تاني يوم تاني تلاقيه 375. اصل النهارده زعلت بصراحه. طبعا ما ينفعش. اللي يكشف الناس دي هو ايه؟ السكر التراكمي. اجي اعمل له السكر التراكمي اقول له لا، ده السكر تقريبا عندك تقريبا ليه 3 اشهر او ليه 6 اشهر ما نزلش ولا يوم. فهو ده اللي يكشف العين. فانا بقول له المضاعفات، وانا ما بحبش المضاعفات لكن هقولها عشان تبقوا عارفين وعلى درايه بيها. نمره واحد تاثير السكر عليا. ان مرضى السكر اكثر عرضه من اي حد تاني لحدوث الميه البيضاء. اكثر عرضه من اي حد تاني لحدوث الميه البيضاء. بمعنى مش يعني الميه البيضاء ما بتجيش غير لمرضى السكر، لا بتيجي لكل الناس وفي سن معين، ولكن مريض السكر عنده احتماليه وجود ميه بيضاء في عينه اكثر من اي فرد تاني. علشان كده لازم مريض السكر المفروض يزور دكتور الرمد مرتين في السنة. مريض السكر يزور دكتور الرمد كام؟ مرتين في السنة. علشان يطمئن. تقول لي طيب انت بتقول ان المية البيضة بتظهر في كبار السن، واحنا عارفين ان السكر بيجي للصغار والكبار. طيب ليه ايه لازمة ان هو يجي ليه يروح مرتين في السنة؟ الشاب الصغير اللي عنده سكر يروح ليه؟ برافو عليك. عشان بتأثر على الشبكية وبتأثر على حاجات تاني. فأنا مش هقول أصل ده شاب صغير ما عندوش سنه مش كبير ما ودوش لدكتور الرمد، لا لازم روتين يكشف عند دكتور الرمد كل 6 شهور. الحاجة التانية التهاب الأعصاب. كل الناس اللي عندهم سكر او معظمهم يقول لك جسمي بينمل. في تخديله في دراعي، في تخديله في الاطراف، في تخديله في الرجلين. ده يسموه من مضاعفات السكر هو التهاب الاعصاب الطرفيه. وهي احيانا يتطور كثيرا وخصوصا في السيدات لانهم يمكن قاعدين اكتر في البيت. تقول لك ده انا لما بكون في البيت الشبشب بيتقلع من عندي وانا مش داريان. دايما هتسمعوا الكلمه دي، الشبشب بيتقلع من عندي وانا مش داريان. او اصل انا كنت ماشيه في البيت وشكني مسمار وعمل الجرح، وتوريك الجرح وعمل الجرح وانا مش داريان. ده لما اتشكيت ما كنتش داريان ويجي لك جرح ممدد كده. واحيانا يبقى هذا الجرح وهذا التمديده دي سبب ان انا اعرف عندها سكر. فأي جرح ما فوتوش يا جماعة أبداً أبداً، لأن أي جرح ده لازم أحلل علشان أكون آمن بالنسبة لمريضي عنده ولا ما عندوش. فنمرة واحد الشبكية بتاعة العين والمية البيضة. نمرة اتنين الالتهاب الأعصاب الطرفية. ساعات بيجي الحاجة التالتة بالمضاعفات بالتهاب المجاري البولية المتكررة. كل شويه في السيدات وفي الرجال، كل شويه في حرقان، في صديد، في مشكله،
يبقى لازم هناك علامة استفهام، لازم هناك لازم اعرف في سكر ولا مفيش، ولازم يزبط. عند السيدات في سن الانجاب ساعات كتير بيأخر في الانجاب، وهنتكلم على السكر مع الحمل، مش عارف هنقدر نتكلم النهارده ولا لا، ولكن ما اظنش الحمل السكر الحمل يهمكم، ما اظنش، لكن لكن مبدئيا بيأخر بعض الحمل فلازم يتظبط السكر. ولكن الكلام عن المضاعفات ما يقلقش، لان القلق يعني اول ما ابتدي انظم السكر فهذه المضاعفات بتتضاءل جدا جدا. يعني المضاعفات الحقيقه موجوده ان هو لما المريض بيهمل في العلاج، او المريض بيحاول يعني يألف في العلاج، او اصلي جاري بياخد كذا فانا باخد كذا، هي دي المشكله عندنا. اصل هو عنده ايه؟ طب زود قرص نقص قرص. هو الحقيقه ولا يعلم العيان ان الدواء ليه جرعه، يعني الدواء اللي ليه قرصين ما ينفعش اخد ثلاثه، ما ينفعش، ولو خدت ثلاثه هيعمل لي مشكله. يعني دايما اقول للناس، اقول لهم يا جماعه ده الكيكه ليها عيار، ليها ست بيضات، ما ينفعش احط فيها خمسه، وما ينفعش احط فيها ثمانيه، يعني اي حاجه في الدنيا لها عيار، فالعلاج من ضمن الحاجات اللي لها عيار ما العبش فيه. فاذا قلت اتكلمت عن الشبكيه، اتكلمت عن التهاب الاعصاب الطرفيه، اتكلمت عن التهابات المجاري البوليه في السيدات والرجال، عن تاخر الانجاب في السيدات في سن الانجاب، كذلك في المشاكل بالنسبه للرجاله برضو علشان الانجاب بتبقى موجوده، لكن كل ده لا يؤخر ولا مش مشكله، كل حاجه ليها علاج وكل حاجه محتاجه ضبط بالسكر. الحاجه الحقيقه اللي انا عايز انتوا بتحللوا اولا لمرضى للناس ولا ها؟ نعم؟ لا يعني الخادم اللي بيروح للمريض. يعني طب ايه المانع ان هو يتعمل جهاز طيب يعني ممكن ندبر جهاز او كده، علشان كده بس لما ندبر جهاز يتعمل لكل مريض، لان اكتشاف الحالات ده الموضوع مهم. والحقيقه الخادم اللي بيروح للمخدوم ويخبط على بيته ورايح زي السامري الصالح ده علشان يرث الحياه الابديه، مش رايح يقدمه بس، راح يقدم له المسيح قبل ما يقدم له رعايه، هو اكتر واحد يقدر يجيب الحالات دي اكتر، لان هو المريض مش عارف، وخصوصا المرضى اللي هم في ظروف معينه اللي انتوا بتخدموهم، يعني الى حد ما ممكن ما يكونش عندهم الادراك الكافي اللي هم يكون عندهم السكر. فيتعمل يعني روتين كده زي ما باخد اسمه وبياناته، يتشك عادي خالص، يتعمل له تحليل سكر عشوائي، لقيت فيه زياده عن 140 خلاص، يتعمل له بعد كده سكر سام وفاته، خلاص ياخد الاجراء الطبي. يعني انتوا عارفين ان هو حاليا كنا بنقول زمان على ان السكر الصايم ما يزيدش عن 110 والفاطر عن 140، كل سنه في المؤتمرات العلميه بينقصوا الصايم والفاطر من كتر ما هم بيشوفوا الرعب في المضاعفات. وكل ما اعمل كنترول على الدواء على المرض الامور بتبقى كويسه. المضاعفه اللي بعد كده اللي هو اختلال الدهنيات في الدم، الدهنيات اللي في الدم دي اللي احنا بنسميها الكوليسترول والدهون الثلاثيه. في ناس كتير عندهم كوليسترول ودهون ثلاثيه، وده دلوقتي طبعا موضه، دلوقتي كل واحد بيعرف عنده كوليسترول ولا لا، ولكن مريض السكر بيبقى عرضه اكثر من غيره للخبطه هذه النسبه. هي ليها نسبه طبعا طبيه، الكوليسترول كام والدهون كام، وليها مكونات تحتها ما تهمكمش قوي، ولكن لازم نعرف ان مريض السكر اكثر من غيره عرضه لهذا الامر. مش الاقيه ان يكون عنده سكر ويكون عنده
او عنده ارتفاع في الضغط وانا ما حللوش من ضمن التحاليل اللي عرفها لازم اوديه للدكتور جاهز. وليه ما اكتشفش ولا يعني مدام عندي المعلومة الطبية ليه ما اكتشفش هذا الامر؟ ليه ما جلوش ما عملوش الكوليسترول واشوف او اتوقع انه ممكن يكون عنده كوليسترول دون ثلاثية؟ الحقيقة التهاب الاعصاب من ضمن الحاجات المهمة جدا جدا جدا. ويمكن الناس اللي بتخدمهم انا اعرف انهم بتخدموا قطاع معين من الناس ممكن يتأثروا أكثر من غيرهم بالعضلات والأعصاب. لازم الـ 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 لازم نتوقع إن هو في ارتخاء في الأعصاب في المرض، ولازم يكون معاهم. أنا أنبه الدكتور وأنبه المريض إنه لازم إذا كان كده ولا إذا كان المريض بيروح لدكتور مخ وأعصاب أو كده لازم أعرفه إنه في سكر علشان يعرف ان هو يتنبه ان هو يقدر عارف ان في ارتخاء مش من الجزئيه المرضيه، فاهمني ولا لا؟ الجزئيه المرضيه اللي عند المخدوم ولكن من الجزئيه اللي عندها سكر، من جزئيه السكر. انا احب الحقيقه ان انا اوقف هنا كده شويه عشان ما تسرحوش مني ما يبقاش الكلام جامد، لكن بحب اشوف اسئلتكم واحب اشوف انتوا عايزين ايه تاني عشان نوجه الكلام عن المشاكل اللي ممكن تقابلوها عشان ما اقولش كلام مش ما يهمكمش. اتفضل. هو مريض السكر هو عنده مرض سكر بيجي الضغط ولا عنده ضغط بيجي السكر؟ يعني حلو قوي انت، يعني انت راجل حلو خالص. مفيش مش المريض مش السكر هو اللي بيجيب الضغط ولا الضغط بيجيب السكر. وانا اقول لك بقى يعني حاجه دعابه لطيفه يعني. نعم؟ طبعا. بس لو كان جواز مش بناء على المعلومات والوصف الكتابي، احنا ماشيين تبع الانجيل. ها؟ الانجيل لا ازاي؟ يعني هو الجواز يجيب اثنين لو كان مش تبع مش لو انت ما نقتش ولا انت مشيت تبع المواصفات اللي عاملها الانجيل. يجيب الاثنين، يجيب ثلاثة، يجيب كتير، ويجيب أربعة يعني، بس ما أظنش عن أربعة يعني. نعم؟ يعني بس لكن يعني ده لو مش تبع الكتاب. لا صدقوني يا جماعة يعني أنا معلش هخرج عن الموضوع ولكن مش عارف أنتوا شباب ومش عارف حد متجوز فيكم ولا لأ. ها؟ طب أنت يعني من خبرة يعني. ولكن طيب ولكن صدقوني يا جماعه الوضع مش كده، يعني الوضع مش كده، بس هو يعني الاختيار يكون حلو كده وبالراحه وتبع الله وعايز تأني ويعني، لكن في الامور ان شاء الله ما بقاش فيها يعني مشاكل خالص. حكايه الضغط والسكر مش حاجه بتجيب حاجه. اقول لكم انا اقول لكم دعابه كده، كانت الناس بتقول لي زمان اول ما ابتديت اشتغل يقول لك ايه؟ يقول لك يا دكتور ازاي الضغط يجي السكر مع بعض؟ انا طبعا يعني ايه يعني ممكن يجوا مع بعض؟ فواحد قالت لي لا يا دكتور هو مش ارتفاع السكر، يعني ارتفاع السكر وارتفاع الضغط ده بيجي من زياده الملح والملح ضد السكر ما ينفعوش مع بعض. فطبعا انا يعني كانت دعابه لطيفه انا يعني فهمتها بعدين يعني. ف لا ما فيش، لكن هي طبعا هي مش بالمفهوم البسيط يعني، ولكن هو ده ان السكر بيبقى عنده مريض السكر بيبقى عنده الأوعية الدموية بتاعته ضعيفة شوية، ممكن تكون ضيقة شوية، وخصوصا لو كان فيها كوليسترول ودهون ثلاثية مترسبة شوية، فيكون عنده عرضة أكثر من غيره للسكر للضغط، فاهمني؟ لكن مش اللي عنده سكر مين بيجي الأول؟ يعني مريض السكر بيبقى عنده أوعية دموية ضعيفة شوية وضيقة شوية بيكون اكتر من غيره عرضه انه يجي له ضغط. يعني انا عندي لو انا عندي وعاء دموي كده عندي خرطوم ميه يسقي الجنينه قطره بوصه هيودي كميه ميه للجنينه كويس، فالدم بيتدفق بطريقه كويسه، لكن صد الخرطوم ده والماسوره دي صدت وبدل ما بقت بوصه بقت ايه؟ نص بوصه، هتنزل ميه ايه؟ قليله. فالميه القليله دي هي اللي بتخلي الضغط يرتفع. الصدى اللي على المواسير او اللي على خرطوم الجنينه ده هو ده الكوليسترول والدهون الثلاثيه، وده اللي بيخلي المفروض ان الوعاء الدموي من جوه ناعم،
ولكن اثناء لما بيتكون دهون وكوليسترول الوعاء الدموي بيبقى زي غير املس مخرفش، وبلغه ستات البيوت الحيطه المخرفشه تلم تراب، لكن الحيطه الناعمه ما تلمش تراب. فالخرفشه دي او عدم النعومه في الوعاء الدموي ممكن تعمل ترسب الجلطات وترسب تخليش الدم ماشي طيار فيه، فاهمني؟ فده العلاقه ما بين الضغط والسكر. في اي اسئله تاني عشان نوجه ده؟ اتفضل حاجه. لو حد بيتعور وبعدين بيكتشف بعد شويه حد اتعور؟ طبعا ده بيبقى الاعصاب طبعا ضعيفه، وده ممكن يكون عنده سكر زي ما قلت حضرتك. مثلا ست البيت اللي ماشيه في البيت وتشكل بمسمار ودخل وعمل مده، عقبال ما عمل المده وعمل خراج قد كده تبتدي يفتكر انها اتعورت، وهي تقول لها يا ست دي دوست على حاجه، تقول لك لا، وهي صادقه 100% لان هي ما حستش ان لما المسمار دخل فيها. فده بيبقى طبعا ده يرجح ان في سكر موجود. وفي ساعتها لازم يروح للجراح ضروري، لان الجرح مع مريض اي جرح مع مريض السكر لازم ياخد انسولين. خلاص، حتى لو كان الانسولين علشان ينظف الجرح ده بس وبعدين يرجع تاني للاقراص تاني. في حاجات يا جماعة لازم ناخد فيها انسولين لا رجعة فيها، يعني في قوانين طبية كده ما ينفعش انا كدكتور اقول اصلي انا رأيي ان هياخد انسولين، ويجي للدكتور فلان يقول له انا رأيي. لا، الطب ما فيهوش رأي، الطب فيه ايه؟ قوانين. حالة كذا تعمل كذا، حالة كذا تعمل رأيك ده لتبسيط في جزئية معينة. ايه هو الحالات اللي لازم اخد فيها انسولين؟ واحد، في جرح لازم ياخد انسولين. ست، حامل لازم تاخد انسولين. اصل السكر بسيط، اصل السكر، لازم تاخد انسولين عشان ما يحصلش مضاعفات على البيبي. حد داخل عمليه لازم ياخد انسولين. صغير سن اقل من 40 سنه المفروض ياخد انسولين. وساعات بعض الاطباء يدي لهذا المريض اقراص، لان طبعا اول ما الدكتور يقول للراجل ده انسولين هو بيتضايق، واللي معاه بيتضايق، ووالدته بتتضايق وكده، ولكن الدكتور مش قصده يضايقه ابدا، ولكن الدكتور قصده انه يمنع المضاعفات التي ستحدث. ما هو ده هينقص السكر وده هينقص السكر، بس اللي هياخد انسولين في صغار السن ده مش هيحصل له مضاعفات والتاني هيحصل له مضاعفات. فده، لكن في قوانين زي بقول لكم، الجرح ده لازم ياخد انسولين. ما فيش جرح يا جماعه لازم يتاخد ده. ما فيش ست حامل تاخد اقراص. ما فيش راجل هيدخل يعمل عمليه هياخد اقراص. ما فيش طفل صغير، ولا رغم صعوبه الموقف، وانا بقدر وبقول هم الاباء والامهات لما يكون طبعا في طفل نقول له ناخد انسولين، لان الحقيقه الاطفال بياخدوا الانسولين علشان اكلهم مش كويس، بياخدوا الانسولين بالاربع وخمس مرات في اليوم، فده بيبقى عبء على الاسره. الله يعينهم ويساعدهم وكل حاجه، ولكن الصح ضروري، واللي يعمل كده علشان يراضي الناس زي ده مش صح. لازم يعلن الحق زي يوحنا المعمدان كده، في حاجه اسمها حق وفي حاجه اسمها قوانين طبيه لا نحيد عنها. اتفضل. نعم؟ لا، لو جرح لمريض عنده سكر، مش اي جرح. يستحسن لا، مش نزل دم. الجرح مش يعني جرح سطحي، مش اصلا يعني الجرح تلموس هاخد انسولين، ولا اتعورت في مكنه الحلاقه هاخد انسولين. لا، انا بتكلم على حاجه بتعمل مده، يعني مسمار دخل في الرجل، حاجه خبطت ازازه مددت، يعني ما دامت ابتدت تمدد او تاخد غرز او اي او 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 فتحت الجلد بطريقه معينه لازم ناخد انسولين عشان يلتئم، لان على الجانب الاخر لو ما حصلش انسولين
لا بيحصل كلمة مش عايز أقولها، مش عايز أقولها، ها؟ لا، الجرح يتلوث ويحصل تسمم في داخل الجرح، ويحصل تسمم في الدم، لا. واحنا ما نخاطرش بالعيان بطريقه علشان نرضيه، لا، لازم نعلن الحق الطبي. طب يا دكتور، هو الاثنين لما ياخدوا لحد ما الجرح يلو ولا ده مبتدي معاه ولا؟ شوف حضرتك، انتوا اسئلتكم حلوه جدا، اسئلتكم اسئله، بس انا لازم يعني مش باين اسئله من الجانب الثاني، ولكن نعم. ولان دايما في الاجتماعات الانسات بيبقوا اكثر اسئله من الرجال. برضو انتوا مصرين يعني؟ لا يا عم، انا عايز اروح. لا انا عايز السؤال ايه؟ اتفضل. لا شوف حضرتك، لو كان هو مش اساس في علاجه الانسولين ياخد لغايه لما الجرح يلو، مش في اساس في علاجه يرجع تاني للاقراص. في مفهوم غلط متركب عندنا كلنا كمصريين، يقول لك ايه؟ اوعى الدكتور يضحك عليك ويديك انسولين، اوعى الدكتور يضحك عليك ويديك ايه؟ انسولين. واصل ازاي؟ طب ليه يا عم؟ يقول لك اصل لو دخل الجسم مش هيطلع. لا، احنا اللي داخل الجسم مش هيطلع، ده مفهوم صح، ولكن احنا بندي الانسولين علشان هو الجسم مش هيخف غير بالانسولين، عشان في اعتبارات معينه بتخليه مش هينفع فيه غير الانسولين. ولكن اللي بديله علشان الجرح، واللي بديله عشان العمليه، ولا بديله عشان اللي بديلها عشان الحمل، ده لغايه لما الظرف بتاعها يخلص ارجعها تاني. وفي ساعات سكر حمل نديها انسولين طوال فتره الحمل، تولد بالسلامه ويرجع السكر كويس، ولا يا ستي بس تمشي شويه وخلي بالك من اكلك والدنيا تمشي كويسه واعملي رجيم وكده وسكرك يبقى كويس، ولا تاخد انسولين ولا تاخد اقراص. يعني في انسولين لفتره معينه للحاجات اللي بقولها لحضرتك، وفي انسولين اذا على طول اذا كان علاجه هو الانسولين. طول العدوى المريضه اللي السكر يعني العدوى ازاي؟ السكر طيب هجاوب على الاستاذ وهجاوب على حضرتك. السكر لا يعدي خالص، حتى بالمكنة ينقل امراض اخرى، حتى لو ما عملت اي حاجة. سبب تصدق بقى لغاية دلوقتي كلها نظريات، كلها نظريات، لكن الاكل له عامل، الراجل التخين اللي زي حالاتي له عامل، الرياضه له، عدم ممارسه الرياضه لها عامل، لكن الاساس يا جماعه في حاجه اسمها جينات. الجينات بطريقه معينه بتعمل، ولكن ممكن طبعا زي ما خدنا في العلوم زمان في حاجه اسمها جين سائد وجين ايه متناحي، يعني جين قوي سائد على الجين الثاني، وسي جين متنحي اضعف من الجين الثاني اللي معاه. تمام؟ فاكرين الاكس اكس والاكس واي وده اللي خدناه في العلوم زمان؟ اكيد فاكرينه طبعا. لكن افرض راجل عنده سكر، مش بالتالي مش بالضروره انه يكون ولاده عندهم سكر. لانه ممكن يكون الجين اللي عنده اللي جاله السكر كان جين متنحي مش بالضروره. وساعات يبقى راجل عنده سكر متجوز سيدة عندها سكر ويخلفوا مثلا ثلاث أطفال، مش بالضروري الثلاثة عندهم سكر، وساعات يبقى ما عندهمش وساعات الثلاثة يبقى عندهم. يعتمد على التركيبة الجينية للأب والأم، وهل في الجد والجدة فيه ولا لا، والجد والجدة من طرف واحد ولا من طرفين، وسلوكهم في الأكل إيه وشربهم إيه ورياضتهم إيه. يعني في عوامل كتير، عشان كده لغايه دلوقتي كله نظريات او كلها عوامل مؤديه مش اكتر من كده. اتفضل. هو لازم يعني مرض السكر ده ما يكونش سكريات ولا يعني لو في عندي يعني سواء مره كان في شغل بقول له مرض سكر، فمره كان يعني كان بيضللها كده وعلى الطريق فبيطلع عصير ميه.
لا، ان احنا اتفقنا اي واحد في طريقة طبيعية غير طبيعية لازم نطلع بمفاهيم، لازم نطلع لازم عشان يبقى جيتي ليها 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 فايدة. انا عايز القوانين تتحفر في دماغك. اي واحد في طريقة غير طبيعية، اصل هزلان، اصل تعبان، اصل مدروخ، اصل هزلان، اصل روحي مسحوبة، اصل عرقان، اصل النهاردة زعلان، سيبك من الاسباب دي كلها خالص، اديله عصير مانجا ما يجراش حاجة. تمام؟ ده انا عندي سكر، ده انا محلل الصبح وطلع 300، مالكش دعوة بيه خالص. اديله خليه يبقى 400، ليها حل، لكن ما ينقصش. ما ينقصش. وانا هكلمكم على الانسولين بطريقة لطيفة كده خفيفة، هشرحه في 3 دقايق. لكن اديله، لكن كلمة ان هو ايه السكر، ياخد سكر ولا ما ياخدش. كل انسان له مريض السكر ده لازم بيروح للدكتور، والدكتور يبقى عامل زي الترزي، يفصل له البدله اللي هو على مقاسه بالظبط. يعني ما اقدرش اقول ان عامل المحاره اللي هو بيطلع فوق على السقاله ويشيل، اقول له لا اصل كل نص رغيف الصبح وربع رغيف مش عارف ايه، طبعا هيهبط. تمام؟ لكن انا لما يجيني عامل المحاره ده بسكره 400، اقول له طب سيبك منه خالص، ما تاخدش علاج خالص خالص. بس انت اشتغل اكتر واعمل اكتر، واعمل له برنامج غذائي، وما اديتلوش على العلاج، لانه عامل محاره وبيشيل بالقروانه وبيطلع وبينزل، ده ممكن يقع من على السقاله عشان الدواء السكر بتاعي. بيجيني بعديها ب10 او 15 يوم السكر زي الفل. لكن الراجل اللي قاعد على مكتب وسكره 200 اعمل له 100 خناق، رغم ان انا فوتت اللي بتاع 400. اقول له لا، انت قاعد على مكتب وتروح بالعربيه الشغل وبترجع بالعربيه وبتاكل مش عارف ايه، وانت بتتحركش خالص وما بتلعبش رياضه وبتشغل البتاع بالريموت وما بتنزلش غير بتركب العربيه من فوق لتحت، ده السلم ده اللي بتنزله، وتلاقيك ساكن في الدور الاولاني يعني ما بتطلعش سلالم خالص. لا، ده انت لازم تعمل كيتو كيتو كيتو. مفيش مريض مفيش اقدر اكل السكر عنه، ولكن في سعرات حراريه مخصوصه لكل واحد. يعني انا عايز ادي العامل المحاره كم سعر حراري مقارنه بالمجهود اللي بيعمله، وادي ست البيت اللي ما بتتحركش ما بتنزلش غير الكنيسه يوم الاحد سعرات حراريه معينه تتناسب انها ما تتحركش، غير الشاب اللي بيتنطط وبينزل. كل واحد له سعرات حراريه حسب نوع النشاط اللي هو بيعمله. حاجه ايه؟ تدفع الضفر الضفر. هل ده حاجات دي فعلا علميه؟ دفع الضفر يعني عشان ايه؟ قال لك السكر، قال لك دفع الضفر مثلا باسلوب معين كده. لا 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 لا، مفيش حاجه. ان احنا لازم نديله سكر، ده احنا اتفقنا عليه. لكن المهم عليه ده ايا كان سكر او غير سكر له طريقه في تفويقه. لكن الضافر والحاجات دي ما هياش علميا مظبوطه، هي اعمل نوع من الالم، علشان بعض انواع الالم الى حد ما بتنبه الجهاز العصبي، يعني يرصه في ودنه، يعمل له كده كمان في الحته دي، كمان دوس جامد، الحته دي مؤلمه، فعلى طول الى حد ما كمان في حتت معينه هنا كده، يعني مخازن معينه للاشارات العصبيه، مش عارف انا ترجمتها ايه بالعربي، لكن لو دوست بطريقه معينه بتفوقه. لكن يعني ما فيهاش، هي الضفر بيعمل حاجه في حد ذاته، ولكن بيعمل نوع من الالم هو يقدر ان هو ينبهه. اتفضل. بس علي صوتك. السؤال الاولاني، المريض الطفل بيتاثر بسكر الحمل؟ يتاثر بسكر بالمريض بالام اللي عندها سكر على لو ما كانش مظبوط. وطبعا اكتر حاجه، اكتر عرض بيبان بيظهر ان البيبي بيبقى كبير الحجم شويه. عشان كده معظم ما كانش كل الامهات اللي عندها سكر
مش سكر حمل او سكر قبل الحمل حتى، ويلاقي دكتور امراض النساء بالسونار ان سوق البيبي كبير، فيقول لك وردها قيصريه علشان الى حد ما ما نقعدش الحوض يعني يبقى مش واسع علشان البيبي يعدي فيه. لكن صدقوني في بدايه حياتي شفت يعني ده بقى الايمان. يعني انا هطلع من يعني هطلع من سؤالك وهرجع له تاني. شفت سيدة بتقول لي ايه، كانت مرات خادم في الارياف، بتقول لي ايه، بتقول لي ده انا قابلت المشكلة الفلانية في الحمل وكان عندي سكر، كان عندها سكر حمل بس مش سكر عادي. فالحقيقة عملت لها، كان ليها مشكلة غدد وكده، فعملت لها اشعة موجود فوق صدرية على الحوض، لقيت ان الحوض ده ما يعديش بيبي. انتوا عارفين الحوض؟ الحوض لازم يعدي بيبي، يعني ازازة تعدي جواها لازم حاجة، يعني تخيلوا جبت بتاعة كبيرة كده مش هتعدي في الكوباية، لكن لو بضايع بتنزل في الكوباية، ده ما يعديش جوا ده. فقول لها انت ايه حكايتك؟ قالت لي اقول لك. قالت لي انا كنت مع جوزي الخادم ده وكنا يعني حالتنا بسيطة جدا. حلمت كده ان الله هيديني ولدين. هيديني ايه؟ ولدين. فكنت ناحيه صدفه في اسيوط. اول مره كنا في قريه مع جوزي الخادم ده، فراح جاي ما كانش في حد في القريه، فجابوا لي ست جيراني متمرسه في الولاده. يعني الكلام ده مثلا من يعني الايام دي شفتها مثلا بيقولي مواليد 75 76 يعني ما هياش كبيره قوي. فجابوا لي ست ولدتني في اول عيل. الطفل الثاني كنا بقى ترقينا رحنا ابو تيج، فجابوا لي دايه قريه جنب ابو تيج، فجابوا لي دايه علشان تولدني. يا ستي انت ولدت طبيعي؟ قالت لي اه ولدت طبيعي. وتعدي وتلاقي ان الحوض ده ما يعديش البيبي ده. عندي اخ امراض نساء، قلت له اقول لك ايه، انا هبعت لك الست دي تبص عليها تقول لي بس ايه رايك. راح بص قدمها في بحث بره، لان الله عنده كتير، عنده كتير. ازاي الحوض ده عدى البيبي ده انا ما اعرفش، رغم ان مقاس ده ما يدخلش جوه ده، وعداها اول مره بواحده ست متمرسه، وتاني مرة ترقوا فعملوا داية، ولا دكتور، ولا دكتور وحدة صحية، ولا مستشفى، ولا أي حاجة خالص. خلاص؟ هرجع تاني لسؤالي. فاللغة احنا بنتعامل بلغة الإيمان يا جماعة. لغة الإيمان، احنا القوانين الطبية على عيننا وعلى راسنا، ولكن عندنا حاجة جواها اسمها المسيح، اسمها إلهنا، قوي، قادر على كل شيء. واحنا اللي للاسف ان احنا بنحطه في حجمه قليل. يا رب انت ما تتحركش بس من الحته دي، انت تنجحني، تجوزني، تعملي راس. بس احنا اللي حادين حركه الله. سيب الله يتحرك في حياتك، اديله مساحه في حياتك علشان تقدر ان انت تاخد منه. فنرجع لسكر الحمل تاني. ايه السؤال التاني؟ بيتأثر ساعات طبعا علشان الحجم بيبقى كبير شويه، ولكن مع ان احنا نعمل كنترول للسكر الامور بتبقى كويسه خالص. قلتي الجزء الثاني من السؤال؟ نعم. الغرغرينه، مش كل غرغرينه سببها سكر، لكن مريض السكر عن المهمل كل ده المضاعفات اللي ما بياخدش علاج. يقول لك كده فطر ليه 5 سنين ما خدتش. طبعا في التهاب اعصاب طرفيه، 50 انذار بيجي قبل الغريبه. مش كل واحد عنده سكر يبقى بكره هيجي له غرغرينه، ده الله زي ما بيبعت لنا انذارات كتير بالتوبه. فالسكر يعني برضه الله حنين بالبني ادم يا جماعه، حنين بالبني ادم، بيبعت له 50 انذار بيقول له هيجي لك كذا، بيجي كذا كذا مضاعفه، التهاب في الاعصاب الطرفيه، تلاقي الروح، تلاقي كده، تلاقي خراج مش قادر يعمل، وتلاقي ريحه مش تمام في الخراج ومش قادر يعمل. ولكن احنا دايما معاندين مش عايزين.
زي ما المسيح نادى على اورشليم قال لها يا اورشليم يا اورشليم انا اردت ولا انت ايه؟ لم تريدي لم تريدي. انا شفت في 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 من 20 سنة في مستشفى واحد راجل مريض سكر وجاي بعكاز علشان يجي جاي من كتر التهاب الاعصاب مش قادر يحط العكاز على الـ 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 الارض. طب يا عم خد العلاج. لا قالوا لي ما تاخدش علاج السكر عشان ما تتعودش عليه. اوعى الدكتور يضحك عليك ويديك علاج السكر. بسبب صدقوني لاجل منظره انا لم ادخل هذه المستشفى مره اخرى. من كتر ما الراجل جاي هيقع خايفه نيجي نسنده هيقع مش قادر. هو راجل على عكاز ومش قادر يحط ما عندوش احساس بالارض. ساعات بيبقى حتى في البدايه يجي يطفي المريض النور يجي يحط ايده على الكرسي كده تلاقيه مش عارف يحطها فين لان نفس اللي بيحصل في الرجل عدم مش حاسس بالارض اللي تحتيه فهو بيحصل في الايد ان مش عارف يحط ايده صح على كرسي النور. فاهمني؟ لكن كل ده بيجي ان كان كده بيكون في انذارات مش النهارده تاني يوم الصبح يحصل له غربلينه. لا خلاص الغربلينه قلت خالص خالص من مصر لان الناس خلاص اتوعت وبقت عارفه ازاي انها تقاوم هذا الامر. اتفضل. نعم اتفضل اتفضل. حله بسيط خالص 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 خالص. اول حاجه حقن فيتامين د. حقن فيتامين د. ورغم ظهور خلوا بالكم يا جماعه خلوا بالكم اللي ورا عايز يسمع الكلمه دي لان هو سال على الاعصاب الطرفيه. رغم ان هو فيتامين ب في منه اقراص وفي منه اقراص حاليا بتتحط تحت اللسان وتمتص ولكن احسن حاجه الفيتامين ب انه يتاخد حقن. احسن حاجه الفيتامين ب انه ايه؟ يتاخد حقن. وادويه تانية بسيطه خالص خالص تعالج التهاب الاعصاب. فيعني ما هياش مشكله ابدا هذا الالتهاب خالص بس خدوا على هيئه حقن. يعني بنبتدي بيوم بعد يوم الاول بس حقن معينه واللي هي بتبقى الف وب وستة و12 وبعدين بنخليها كل ثلاث ايام بس برضه كله حسب حاله اي يعني حسب الحاله ما فيش نظام معين للمرضى كلهم لكن حسب الحاله. لكن قبلها بالطريقه دي كل ثلاث ايام مره ما فيش ضرر عليها خالص خالص ما فيهاش حاجه خالص. احنا قدامنا قد ايه عشان ما نتجاوزش الوقت؟ اتفضل. الشخص اللي كان عنده زهرات قريبه بيسمعوا عصير ايه الخطوه اللي بعد كده؟ يعني هل لو هو حاسس متحسن خلاص ولا لازم ناخد خطوه بعد كده؟ لا لازم تاخد خطوه طبعا. ان انت انك انت تحسنه دي انت بتطلعه من انخفاض الصداع اسعاف. برافو عليك انت جبت كلمه انا ما عرفتش اجيبها. ده اسعاف. لكن اسعاف علشان ابتدي اتعامل معاه. ده علشان ما يحصلش مضاعفات ما يحصلش. في حد كده كاتب لي سؤال اسباب مرضى السكر هل هو فيروس او ميكروب او ميكروب؟ هو الحقيقه احيانا انا قلت ان ده استعداد جيني ولكن احيانا في فيروسات بتبقى جديده ما تتعالجش بتسبب اكتر للناس اللي عندهم سكر بتسبب سكر. يعني في بعض الفيروسات الشريره لو ما تعالجتش بطريقه كويسه بتسبب سكر فعلا. وده سؤال يعني علمي حلو خالص. لا بيرجع النظر زي ما كان لكن في احنا بنتعامل مع احنا المريض بتاع الرمد ده مش بيتعامل مع الميه البيضاء بس زي ما قال الاخ قال لك ايه الشبكيه مهمه. وعشان كده يمكن بتسمعوا دايما بتوع يقول لك اصل عمل ليزر عمل حقن ليزر خلاص ده علشان الشبكيه. فهو هتصلح من جهه الميه البيضاء لكن مهم الشبكيه. اتفضل. لو طفل اليوم يشرب كتير بالليل هل ده طبيعي ولا ممكن يبقى؟ لا المفروض
المفروض الطفل ما يشربش كتير، ما يشربش، لا يتحلل له سكر، وما تقولش اصل ده في اولى ابتدائي، اصل ده سنه 4 سنين سنتين. لا لا، الطفل اللي سنتين ممكن بيكون ايه، بيكون نوع من، لا السنتين بيبقى نوع ساعات من التعود في الرضاعه بطريقه معينه، خلاص يعني هو ما يكون مفطوم مثلا قريب، يكون كده متعود ياخد بالليل، نوع من الدلال شويه على الام، عايز اعمل مش عارف ايه، عايز كده هاتي لي لبن، هاتي لي ميه، يعني نوع من الدلال يعني. لكن مش ليه 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 ليه, ليه ندفن راسنا في الرمل وما نحللش سكر؟ ليه؟ قال ايه؟ عايز ابعت مثلا لاي شخص هو ما ياكلوش السكر، دي حاجه بتاعت الطفل احنا عارفين المرض، بس انا مثلا ما اعملش ايه عشان ما ياكلوش السكر؟ ما اكلش مثلا كوبايه شاي فيها 6 سكر 7 سكر بنسبه تشرب كده حلويات كتير حاجات كتير اصلا. هو طبعا بره السكر والملح من ضمن الحاجات العيب، يعني احنا واخدين ان احنا نرش ملح على الاكل وسكر كده، يقول لك الحاجات البيضة دي من الحاجات العيب، يعني مش ان انت تعملها يعني. طبعا الاكل المتوازن، طبعا مفيش حد اسمه ياخد مع الاسترس الموجود في الحياه النهارده، يمكن ارتفاع مرضى السكر انتشر لان في ضغط عصبيه على الناس، في اكلات ما هياش تمام، خلاص الاكل الجاهز، البرجر اللي مش عارف فيه كم سعرات حراريه، وبعدين بتحط عليه مايونيز ايه، ولا بتحط عليه جبنه ايه، وتحط عليه بعد كده واكلين بطاطس محمره كمان عشان تعمل ايه، وبعدين نختمها بيبسي، تمام؟ فيعني احنا بنولع الدنيا، بنولع الدنيا، بنولع. انا ما بقدرش ان انا يعني اتكلم علشان يعني ظروف ان انا يعني راجل مانيش رفيع، ما بقدرش اتكلم عن النقطه دي حتى لا انتقد، ولكن طبعا لكن مش صح، مش صح ان احنا نعمل الكلام ده، يعني الكلام ده اتمنع. مش عايز اقول لكم انا يعني بسافر كتير جدا 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 بره، ما شفتش طفل بياكل شيبسي ولا كاراتيه ولا الحاجات الموجوده، كل ما شفتوش. انا يمكن بره سافر يمكن ساعات مرتين في الشهر، ولكن ما شفتش طفل عن بياكل حاجات زي كده. كل ما اشوف طفل الاقيه بيعضعض في طماطمايه، في جزرايه، في خيارايه، ما فيش طفل بياكل شوكولاته بره خالص، الا مكافاه مش عارف يوم واحد في الاسبوع بمربع، مش عارف يقولوا مربع قد كده، ما فيش حاجه يا حبيبي اديني وبتاع، لا 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 مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص خالص. فيعني يا جماعه لا، ده خلي بالنا من مخدومينا، ونخلي بالنا من اخواتنا، ونخلي بالنا من عيالنا، لان الخلايا الدهنيه اللي بتتعمل في الصغر، ولا الام تقول لك اصل انت الطفل خاسس، سيبيه خاسس. الطفل الحاجه اللي بتتعمل في الصغر من الدهون دي من الصعوبه انها تخس بعد كده. اتفضل. في حاجه بس انا جاي قرح الفراش ده موضوع مهم جدا. قرح الفراش ممكن دي بتيجي اولا من بطء او كسل في الدوره الدمويه اللي محطوطه للحته دي، يعني مريض معين نايم في حته معينه تلاقي دايما عند المقعدين في قرح لانه ما بيتحركش، الدوره الدمويه فيها كسل في الحته دي بالذات. لو كان كمان عنده سكر فالحته دي يوصل لها سكر كتير، فلما تعمل قرح فراش بتكبر وتمدد وتزيد، ونمره واحد عايزه ان هي السكر يقل او يتمنع. وطبعا دي تعتبر قرح الفراش تعتبر جرح ولا مش جرح؟ تعتبر ايه؟ جرح. واحنا قلنا الجرح يتعالج بايه؟ بالانسولين. لازم في قوانين الجرح يتعالج بايه؟ بالانسولين. ولا الامور مشيت طبيعيه والقرح اتلمت نرجع تاني الاقراص تاني، لكن ما هواش كلام مهم، ما هواش كلام اختياري ان المريض عنده قرحه قد كده
وبعدين بعد اسبوع كبرت وبعد 15 يوم كبرت وانا حاطط ايدي على خدي جنبه وربنا يسهل ان شاء الله بالعلاج هيجيب نتيجه. لا، في قوانين طبيه لازم ان احنا نمشي عليها. فالقرح الفرج يا جماعه مهمه جدا، وهي دي الحقيقه. القرح الفرج دي ده بيبان فيها بقى السمير الصالح فعلا، لان القرح الفرج دي من اكتر الحاجات اللي هي عايزه مجهود من المخدوم، مجهود من الخادم، عايزه انه يخلي بطريقه او باخرى لازم يستحمى المريض ده على الاقل يوم بعد يوم، لازم يتعمل له غدره تلج، لازم يتعمل الجرح ده يتغير له الاول بحاجه اسمها محلول ملح عشان ينظف الحاجه اللي مش نظيفه. وعشان تفتكروها دايما لما يقع بقع الدم كده على القميص بتاعك كده الابيض، على طول اللي في البيت يقول لك ايه، حط له شويه ملح. شويه ملح ليه؟ عشان تدوب الدم. محلول الملح ده بيدوب الدم اللي في الجرح، وحط صابون وحط مضاد حيوي رش وحط كل الكلام ده لغايه لما يتنقل للدكتور ويتاخد انسولين علشان الجرح يلم ويبقى كويس. وبعدين عايز ياخد اقراص، لكن لازم ياخد يستحمى كويس لان ده مهم، ويقلب كل شويه. مفيش حاجه اسمه مريض سكر مفيش حد عنده قرح فراش ما يتقلبش. نمره ثلاثه، لازم يتجاب له مرتبه طبيه. بعض الناس يقول طب ما عنديش مرتبه طبيه اعمل ايه؟ اقول له هات كاوتشه عربيه. كاوتشه عربيه خلاص، الكاوتشه العربيه السوداء اللي من جوه الجواني بتاع اي عربيه، وخليه ارفع المقعده على هذه الكاوتشه وخليه عليها، وما تجيب له مش ضروري مرتبه طبيه، بحيث ان الجزء اللي هو معرض او اللي بيحتك بالفراش ده يبعد عن الفراش شويه، وتغير له الملايه كل شويه، هتلاقي الامور مشيت طبيعيه وبقى ولمه بقت كويس جدا. ما انا بقول لك بلاش تنفخها لغايه الاخر، يعني يا دوبك حاجه بسيطه ارفعها سنه صغيره، ارفعها سنه صغيره حاجه. ما هو دي حاجه علشان يعني لازم احنا يعني مش هنتربس دماغنا ونقول اصل احنا طب عايزين مرتبه، طب ما عندناش مراتب هنعمل ايه؟ نسيب الراجل نقلبه كل شويه. بقول لك احنا عايزين سامري صالح، عايزين حد يكون بيبذل نفسه زي ما المسيح بذل نفسه، بيبذل الخدمه دي يا جماعه خدمه بذل. الخدمة اللي هي طالعة من غير بذل ما تنفعش. انا اجيب له واحد عندي ممرض احسن مني 100 مرة يقدر يديله معلومات طبية، لكن مش هيكون عنده البذل، مش هيكون عنده مش هيكون سميري صالح، مش هيكون يسعى للحياة الابدية. انت المخدوم ده ده هو اللي هيديك الحياة الابدية باللي انت بتعمله معاه، باللي تطبق الانجيل. انت الله ادالك مجال وحقل انك تطبق الانجيل في هذا المخدوم، فاستثمر الحقل بتاعك مش تسيبه، لكن لازم الواحد يتصرف. وانا لما هحطه على الكاوتشه دي مش هحطه اليوم كله، فاهمني؟ اقلب شويه واحط على الكاوتشه شويه وخلاص، تاني يوم اعمل كده شويه. لازم يستحمى، ولازم الدوره الدمويه تمشي. وعشان تبقوا عارفين لما يجي يستحمى ممكن نعمل له بالليفه كده، مش علشان النظافه، نحك الجلد كده كويس عشان نجري الاوعيه الدمويه. طبعا ما يجيش على الجرح، طبعا ما يجيش على الجرح، ويكون ميه سخنه. وعلشان وخلي بالكم في الاستحمام يا جماعه، علشان ما تشغلش بالك ان انت تخاف على المريض يقع ولا ما يقعش، كرسي بلاستيك عادي خالص من يسموه ايه، الكرسي بلاستيك الايه؟ الكراسي البلاستيك دي بتاعت مارينا ولا مش عارف اسمها ايه، اساميها ايه دي؟ مش عارف. النجم والهلال، ماشي النجم يعمل دعايه. اي حاجه الكراسي البلاستيك دي اخليه موجود عليه عشان ما يتزحلقش مني عليه، واعمل له ان كان عنده ممكن اعمل له بالدش كده، ان كان حتى بطشت واحط ميه عليه عشان الامور تبقى كويسه. انا بقول لك ما تقدرش تحطه على البتاع ده، على ما تقدرش. ما شاء الله. يعني الحقيقه ما فكرتش في حتى هو بس لازم يا جماعه النظافه مهمه جدا، مهمه جدا. يعني الميه السخنه وجريان ده، اصل انت اتعاملت مع هذه القرحه وما ادراك بالمربع اللي جنبيها، فاهمني؟ ما هو يظهر قرحه تاني، فلازم الجلد ده يدل على انه في لازم في اهمال شويه في النظافه، وانت غصبا عنك وما بيساعدكش.
يعني في اي طريقه ان هو يتشال، او حتى لو نحطه مثلا على كرسي قدامه كرسي تاني، يمده ايده يجله على كرسي، هو يبقى قاعد على كرسي وتقدر تتصرف معاه، عشان حذاري طبعا ان ده يقع منك، ما تبقاش انت قادر، حرام ان انت او اتنين مش قادر ان انت تمسكه، وان انت لا اهتم بالجانب النظافه وخليه هو على كراسي عشان ما يقعش منك. اي اسئله تاني؟ اي حاجه انا مقلتهاش؟ يعني اتمنى ان انا اكون قدرنا ان احنا نلم شويه بمرض السكر. مريض السكر مريض حلو، محتاج يتفصل له البدله اللي هو بيلبسها، محتاج ان انا اكتشفه، محتاج ان هو يتعالج في بسرعه علشان ما يحصلش منه مضاعفات، ومش هتلاقي الامور فيها صعوبه، ولكن الايمان